العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم مواد الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. نحن بحترم مواد الدستور مادة مواد والأحكام مواد الانتقالية مواد الدستور سواء كان الرئيس انتقاليا لا بيحدد صيغة معينة للقسم سعادة الرئيس بعد إذن